بونجور البنات، شوف شعرك كيفاش داير. شوف شتو فان قلت صبح ناشف، ولكن انا عارفه علاش صبح ناشف، باسكو هاد الايام ما كنشربش بزاف الماء. بما انتم شوفوا مالي صنافي بديت بكم انتم الاولين، قلت بوركوا با ندير واحد البان دويل لشعري نبارطاجي معاكم. جميلة اللي غادي تكون عند حبيبة شوب ابارتيغ دو جوردي. من لا شي تقدروا تلقاوها البنات عند حبيبة شوب، راه هاد الزيت هي اللي كندير هاد الايام. كتسولوني اش كندير لشعري؟ زيت جميلة من بوتيك سومي في كازابلانكا. ف شوفوا البنات اللي عندها مشاكل في الجلد، قلت لكم اللي عندها المشاكل كنعاود نقول كيما قلت في اللايف، الا عندك مشاكل كثيره خاصك ديري لي زاناليز باش تعرفي اشنا هو المشكل بالضبط اللي عندك في الشعر. الا كان غير مشكل انه كيتساقط بشكل طبيعي، حيت اللي كتقول لك انا كنوض كنلقى كبه ديال الشعر في المخده وداكشي، فما يمكنش الصراحه انا هادشي ما ديالتوش، انا راه هادي علاش شتو ديالاش ما لا باش نحكها مزيان. قلت ندير ان بان دويل نلبس بيه واحد ساعتين ولا ثلاثه حد بتمشي نغسلوه. الريحه رائعه. شوفوا رقدي فريمون شعرك مزيان. ومن بعد كديري دي بوني كي سون بلاستيفي من الداخل باش يسخن. البوني كنت شريتو من بخيمة خدمني امتى باش يسخن الشعر. ومن بعد غادي نغسلو بيان سور بلاكام كلها ديالت اولا بليكس. عطر اليوم قصة بصراحة، كاين هاد قصة بزاف، ولكن هذا رائع. بون البنات انا كاينه عند حبيبه شوب وجبت ليها الزيت، قلت ليها الله يخليك بس مرانك شبغاو الزبيده ودوز. المهم راه كلشي كيتقدم من هنايا، كلشي كلشي كيجي عند حبيبه شوب. الوغ الزيت ديال جميلة راه كاين عندها. ابخي اي بون كنت باغي ناخذ واحد اللعبه اللي قلتوا لي خديها، فين هي؟ فين هي؟ المهم انا غنقلب عليها وغادي نوريها لكم. فوالا شوفوا عندها بيو ديغما اللي قلت لكم قبيله كلها، عندها كودالي خطيره، لا مارك كودالي، لا جام كودالي واعره، كنت كنديرها في 2019 و بيان سور لا لا غام اللي كندير دابا. Yeah.